دائما تستمر إمام. يتكرس المخزن السياسة القادمة هذا ما زالت اتمارسته حاليا قال وقت ما قد جاء لانه الشعب المغربي السن وغينشحن قال الانتخابات تزوين ميزا غازو الانتخابات السن والتحية النهائية والمجد والخلود لعائلة الشهداء لشهدائنا المجد والخلود لشهداء الشعب المغربي الباطل وتحية نضالية كافة المناضلين جميع المناضلين كنت حدا ذانيتي أمخان وشاور إلى عائلة الشهداء الأخت إلى عائلة الشهداء فلتتقدم اليسار التحالف اليسار فليتقدم احد اخذ من فيس التحالف اليسار النهج الديمقراطي الطليعه الديمقراطيه وليس الاتحاد اليسار الموحد الاتحاد الاشتراكي هنا الاتحاد الاشتراكي الموحد فليتفضل احد الاخوان انتخابات الشتوشات والعلاهية هي يطول الشعارات احنا هما الضحايا انتخابات الشتوشات والعلاهية هي يطول الشعارات احنا هما الضحايا وإما إثماء شو إثماء تقدر شو مارا وتقدر حفري الناقي حركة 20 فبراير الزو أدينا فقط جواور فلماذا هذا الفقه الكلمة للزوار كنت السيوضة الزوار أدينا بأن الآن تبين يتبين فعلا على أن المخزن ينغى الشهداء الخمسة للبنك الشعبي ويحاول فعلا نفس الفلوس إذن القضية ثانيتي وزمتي فك الوكيل